السلام عليكم من جديد. النهارده هنتكلم او اخر حلقه عن سكوبس. سكوبس البيزكس، الاساسيات، لان ان شاء الله يبقى في حاجه يعني متقدمه بعدين. طيب النهارده هنركز بس على تب معينه في الاستاتستكس زي ما احنا كنا متفقين. لو انا دلوقتي حالا انا في مجال معين، شغال في مجال بحثي، لازم اكون فاهم المجال ده رايح فين، او انا فين دلوقتي، او المجال ده فين. هل هو حاجة جديدة قوي ولا حاجة اوريدي خلاص بقالها 10 15 سنة الناس شغالة عليها عادي، ولا حاجة تريندنج جدا الفترة دي. فده اللي هنعرفه النهاردة. ان شاء الله تكون حلقة مفيدة لي. طيب احنا كنا خلصنا سكوبس انتروداكشن وجورنال رانكينج وسكوبس اكاونت سكوبس از ريسيرش انجن. النهاردة في الاستاتستكس زي ما قلت هنركز بس على تب ومهارة مهمة جدا. تعالوا تاني نرجع للسكرين الرئيسية وهنتكلم على حاجة من الحاجات اللي بحبها جدا بستخدمها كتير في سكوبس. هي فكرة ان احنا نقدر نعمل تحليل، او هو كسكوبس بيعمل تحليل احصائي بصورة كويسة جدا للابحاث او الداتا اللي عنده. طيب احنا رجعنا للسكرين اهي، في السورسز والسيرش احنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل قبل كده. فكرة الديكومنتس طبعا زي ما احنا قلنا بالسيرش العادي. طيب ايه بقى الجديد؟ تعالوا نبحث. احنا هنبحث عن مادة معينة. انا يا عبد الله خلاص اخترت مجال معين انا عايز اشتغل فيه، عايز اعرف المجال ده هو حاجة جديدة ولا الناس شغالة فيها بقالها كتير، ولا الناس لسه اصلا هتفكر فيه، ولا هو حاجة تريندنج جدا الفترة دي. طيب هندي اكزامبلين او مثالين كده بالتخصص بتاعي، انت ممكن تجرب بالتخصص بتاعك بصورة كبيرة يعني او مختلف عني، بس انا عايز نشوف الفرق او ايه اللي انا هستفاده من الميزة اللي هقولها النهاردة في سكوبس. تعالوا كده نسيرش عن ماتيريال. دي ماتيريال معينة مثلا بستخدمها في النانو سكيل او ناس كتير بتشتغل، فانا والله متاح بالنسبة لي ان انا اشتغل على المادة دي، لقيت ليها خصائص حلوة وعايز اشتغل عليها. تعالوا كده نسيرش ونشوف اللي هيحصل. ده عادي جدا، فكرة السيرش الطبيعي اللي احنا قلناه قبل كده، مفيش حاجة مختلفة. طب ايه المختلف يا عبد الله؟ هي الايكون دي او التاب دي، analyze results. تعالى يا سكوبس، او يا سكوبس انا بقول له ايه، حلل لي ال 200,000 ديكومنت اللي طلعوا دول. فاحنا هنتك هنا كده تمام، وهنعمل هيجيب لي اناليسيس بقى من 1911 لغاية بنتكلم 2024. تعالوا نبص كده، هيجيب لي ديكومنت باير، حاجات حلوة كتير جدا، كل بحث عدد الأبحاث اللي اتنشرت خلال كل بحث. لو احنا بنتكلم خلال كل سنة يعني عدد الأبحاث اللي اتنشرت خلال كل سنة، شوية أناليسز حلوة كتير جدا. لكن أنا حابب أركز أو أفوكس على حاجة معينة النهاردة، وهي فكرة الـ Decomments by Year، وازاي ان انا هقدر ان انا يعني اركز عليها او استفاد منها. احنا هنفوكس البحث بتاعنا من 2014، وهدي مثالين عشان نشوف الفرق. هشوف كده، وده انا عملته لكم سريعا اهي، عدد الابحاث للماتيريال دي من 2014 ل 2022 كان 100,000 بحث. طيب تعالوا كده نبص على التشارت ده ونشوف في ايه وممكن نطلع منه ايه. هلاحظ ان من 2014 ل 2022 احنا السكوب او الرينج بتاع الابحاث اللي اتنشر هقدر احدده من 11,000 ل 13,500. يعني تقريبا ممكن نقول ان كل سنه رينج من 2014 ل 2022 كان رينج حوالي 12,000 بحث تقريبا يعني. فاذا احنا خلال ال10 سنين اللي فاتوا الابحاث اللي بتتنشر في المجال ده تقريبا فيكسد او ثابته. يعني هو مجال مهم والناس بتنشر فيه، لكن ستيل عادي يعني، خلاص حاجة كده معتاد عليه. طيب انا جبت لكم نوع ماتيريال تاني وندي الاكزامبل ونشوف. الماتيريال دي اسمها بروفسكايد ماتيريال. يبقى انا شفت بحثت على بروفسكايد طلع لي 73,000 بحث. طيب ايه المختلف، ولا نقدر نقول ان هنا نختار المادة دي ولا المادة دي ان انا اشتغل عليها؟ تعالوا كده نبص الفرق الجوهري بينهم. هنلاقي ان من 2014 ل 2022 تقريبا برضو رينج 100,000 يعني 75,000 بحث، عدد ابحاث مقبول. لكن ايه المختلف؟ لو جينا نشوف من 2014 الرينج لغاية 2022 احنا بنتكلم من 4,000 ل 14,000 كل سنة. من 2014 تقريبا بنتكلم ان في 1,000 بحث زيادة عن السنة اللي فاتت اتنشر. يعني 2014 كان فيه 3,000 بحث مثلا، 2015 كان 4,000، 16
5000، 17، 6000 ولا 7000، 18، 8000، لغاية لما وصلنا 22 ل 13000 بحث. ده معناه ايه؟ معناه ان الماتيريال دي جاية بسرعة الصاروخ زي ما بنقول، في ناس كتيرة جدا بدأت تتجه ليها. لو احنا قلنا مثلا 2014 مثلا، يعني ان في 3000 باحث اشتغلوا على المادة دي، في 2015 في 4000 باحث، 2022 13000 باحث. لا، المجال ده واضح ان هو لسه فيه خبايا كتير، عكس مثلا لما جينا نتكلم هنا على الماتيريال الاولى. لا خلاص، يعني في عدد باحثين بس في العالم هم اللي شغالين عليه ومستمرين في الشغل عليه. فكان دي البوينت او التيب المهمه جدا، ان انا اقدر احلل اشوف انا شغال في حاجه تريندنج جدا الفتره دي ولا حاجه ثابته. طبعا الحاجات اللي احنا ممكن نسيرش عليها كتيرة جدا، وعلى حسب التخصص بتاعك. لو احنا جينا في وقت شوية يسمح ان احنا مثلا نجرب ماتيريال او تو ماتيريال ثانيين، تعالوا مثلا نشوف حاجة زي كاربون كوانتم دوتس مثلا، ان انا بعرفكم بيها طول السلسلة دي. تعالوا كده نسيرش ونشوف الابحاث اللي اتنشرت فيها، ونشوف هي مختلفة عن ايه عن المادتين اللي احنا قلناهم قبل كده. تعالوا كده نبص للداتا، وهنخش طبعا هيديني الديكومنتس. عدد الابحاث مش كتير، فده معناه ان لسه مش باحثين كتيره راحوا للمجال ده. طب تعالوا نعمل انالايز للريزلتس ونشوف هيطلع لنا ايه. لو جينا نبص كده، وبرده هنلاقي السكوب بتاعنا، او ثانيه واحده هنحط برده السكوب بتاعنا، هنخليه في الرينج بتاع 2014 لغايه 2023، وبرضه هنشوف هنا الفرق. وعلى اساس كده فكره، لو انت لسه بتختار ان انت يكون الاختيار بتاعك والله في حته اصح، ده اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا كل المجالات كويسه ومفيش مشكله واحنا في حاجه ليها، لكن مهم جدا ان انت تكون على وعي كافي بان انت رايح فين بالظبط، المجال ده رايح فين، انا هنا تقليدي ولا انا هنا مميز. واحنا طبعا بنبحث عن، يعني التايتلز بتاعتنا عريضه برود ستيل، انت هنا كمان تبحث عن الكيوردز المتخصصه. تعالوا كده نبص من 2014 للماده الثالثه، هنلاقي ان في تزايد فعلا زيها زي الماده بتاع البروفسكايد. احنا هنا في الكربون كوانتم دوت، لكن هنا في نقطه ان ستيل في تزايد، وده معناه ان الماتيريال بروميسنج، لكن مش لسه ناس كتير راحت للحته دي. فلو احنا اتكلمنا في ان انا اكون هنا شغال في الكربون كوانتم دوت، ده معناه ان انا من عدد قليل جدا من الباحثين اللي بداوا يروحوا في المجال ده، او ان انا من مقدمه الناس اللي شغاله في الماتيريال دي. فده لا، انا هنا الماتيريال واضح ان الناس عماله في تزايد في الشغل بتاعها، وناس كتير رايحه لها، لكن مش عدد كبير. فمعنى كون ان انا شغال على الكربون كوانتم دوت ده ان انا معناه حد مميز في الحته دي. طيب، فده كده ببساطة جدا المقارنة بتاعت الثلاث ماتيريال. لو انا هختار، والله انا بتكلم البروفسكايد واضح ان هي حاجة تريندنج جدا الفترة دي والتزايد بتاعها كبير. الكربون كوانتم دوت في تزايد لعدد الابحاث بتاعتها، لكن ستيل لو انا كنت في المكان ده فانا ستيل مميز. او والله لو انا اشتغلت على الكربون كوانتم دوت دي مثلا، وكمان يعني اشتغلت بروفسكايد وجمعت بالبروفسكايد سكايد وكاربون كوانتم دوت. فدي كان فكرة ان انا طبعا، يعني الناس اللي هنا سامعاني مش شرط كلهم كيمستري او ماتيريال ساينس، لكن بشكل عام ان ازاي تاب زي ان احنا نحلل الداتا اللي موجودة، ده هيخلينا باطلاع على احنا رايحين او ماشيين او رايحين على فين في الاتجاه البحث بتاعنا. نقطة بس هنا كمان حابب اضيف ليها، طب ماذا لو ان عدد الابحاث اللي في السنة عمال بيقل؟ باستخدام يعني احنا مثلا استخدمنا الكربون كوانتم دوت مثلا في مجال الطاقة، فكان عمال في تزايد ابحاث فعلا لاستخدام الكربون كوانتم دوت في مجال الطاقة. طب مثلا في مجال تاني، ماذا لو ان استخدام الماتيريال ده لقيناه بيقل؟ ماذا لو ان انا عايز استهدف مثلا صبغة معينة، عايز ان احنا نعالج المية من صبغة معينة؟ ماذا لو ان احنا جربنا ماتيريال معينه ولقينا ان عدد الابحاث عمال بيقل باستخدام الماتيريال دي؟ فانا كده هعرف ان والله لا، خلاص الناس ما عادتش رايحه للماده دي وبقوا بيستخدموا ماده تانيه علشان الابليكيشن او التطبيق ده. فواتيفر، بعيدا عن ايه، انت التاب دي مهم جدا، اقعد العب كده، اقعد شوف وجرب، هتلاقي ان انت تقدر تطلع بنتائج وكونكلوجن من حته ان انت تانالايز او
يعني ان سكوب بس يحلل لك البيانات دي. بس كده دي التب، وتاني وتالت ورابع هي هتختلف على حسب التخصص، لكن مهم جدا ان انت تبراكتس ويعني تدرب نفسك كتير عليه. طيب ما ننسوش بقى التاسك بتاعتنا بتاعت النهاردة هتكون عبارة عن screen with scopus statistics about your specific research topic. عايز التشارت بس اللي هو الخاص بالدوكيومنتس المنشورة خلال من 2014 لل 22 عن التوبيك او السبيسيفيك ريسيرش توبيك بتاعك، وزي ما احنا عارفين ازاي هنسلم التاسكس. وشكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية. السلام عليكم.